مصر أفضل بلد للاستثمار في أفريقيا في عام 2019. مصر جاذبة للاستثمار في 2019، ده مش كلامي ولا هو كلام إنشا بنقوله ونردده، دي حقيقة أقرتها تقارير صادرة من مؤسسات اقتصادية عالمية في تقريرها الصادر تحت عنوان أين تستثمر في أفريقيا. تم اختيار مصر كأفضل بلد للاستثمار في عام 2019 في قارة أفريقيا، وده للعام الثاني على التوالي. ده نتيجة الإصلاحات الاقتصادية اللي ساهمت بشكل كبير في تحسين البيئة الاستثمارية ونتيجة المشروعات الضخمة اللي تم تنفيذها خلال الأربع سنين اللي فاتت في مجال البنية الأساسية. طبعا ده كان له دور كبير في تهيئة مناخ جاذب للاستثمار. النهاردة معانا الدكتور عوض الترساوي، مستشار الجمعية المصرية للاستثمار والتمويل. هنتكلم معاه عن خريطة الاستثمار المتوقعة خلال 2019 ونشوف مدى صحة ودقة الكلام اللي أنا عرضته على حضراتكم. أهلا يا دكتور. أهلا يا دكتور. أهلا بحضرتك. يا دكتور، الناس كلها بتقول إن التقارير بتقول إن إحنا أحسن مكان للاستثمار وأحسن مناخ للاستثمار. الكلام ده يا دكتور إثباتاته إيه عندنا على أرض الواقع؟ إثباتاته على أرض الواقع، أولا نؤكد على شيء مهم جدا. فضل. وهو أن المؤسسات المالية العالمية تعمل أولا من أجل الثقة في مستكسب الثقة لدى المؤسسات الاستثمارية في العالم. يعني هذه المؤسسات زي مؤسسة مثلا فيتش، مودز، ستاندرد أند بورز، المؤسسات المالية، هذه المؤسسات معتمدة من لجان التقييم للأسواق المالية والأنشطة الاستثمارية لدى الكونجرس الأمريكي، لأن النظام في الولايات المتحدة الأمريكية في هذه المؤسسات يتبع مباشرة الكونجرس لا يتبع الرئيس، وبالتالي هذه المؤسسات عندما تصدر تقاريرها فهي تقارير سليمة 100% على أسس علمية بحتة، يعني لا شبهة فيها للمجاملة ولا للمغايرة. اتنين، أن هذه التقارير مرتبطة بتقارير اقتصادية تبنى على أرقام، والأرقام دائما لا تكذب، فالأرقام لا تكذب، فبناء على ذلك صدر هذا التصنيف وهذه القرارات لصالح الدولة المصرية. لكن لماذا صدرت؟ السؤال الهام. احنا كنا في العام 2011 ثم ما تلاه من الأعوام كنا في قاع السلم الاقتصادي والتصنيف الائتماني للدول على مستوى العالم، إلا أن الدولة المصرية بعد 30 يونيو استعادت وبقوة إرادتها ونشاطاتها الاقتصادية وقوتها الفاعلة لاسترداد مركز مصر الذي يليق بها في التصنيف الائتماني. جاء التصنيف الائتماني للدولة المصرية عندما تولى الرئيس السيسي سدة الحكم. قامت الدولة المصرية على الفور في خلال أول سنة بتسديد ما يقرب من 8 مليار دولار لنادي باريس، أقساط متأخرة علينا. للطاقة عقد متأخرة وكان مرجئين، فكان هنا يهدد لفكرة التصنيف الائتماني للدولة المصرية. قامت الدولة بعد ذلك، وهو ده اللي كان باين في ميزان المدفوعات، مؤثر طبعا. مؤثر على مخزون الدولار، علشان تم بالفعل سداد المديونيات المتراكمة. تمام. ظللت سعادتك تنتهك سياسة إصلاحية هيكلية حتى منتصف أغسطس 2016. في أغسطس 2016 كانت التقارير الدولية وكان الاحتياطي النقدي لمصر بالمناسبة 15.5 مليار. أيوه. نرجع، قالت أن مصر مركزها الاقتصادي مهدد بقوة، وبيستخدموا في الرأسمالية اصطلاح الإفلاس. أيوه بالفعل. هذا الاصطلاح لا يجري ولا يجوز أن يجرى على الدول، لأن الدول لا تفلس لأنها ليست شركات ولا مؤسسات. الدول تتوقف عن الوفاء بالتزاماتها الدولية ثم تعيد هيكلة وتكون هناك إجراءات أخرى. وهذا ما يطلق عليه الإفلاس. بالضبط، مجازا، لكن حتى لا يعمم المصطلح لأنه له أدوات في القطاع التجاري بشكل مختلفة عن الدول. اتخذت قرارات 3 نوفمبر تحريص على الصرف، اعتماد القيمة المضافة في الضرائب، تحريك سعر المحروقات لإصلاح الهيكلي للخلل الهيكلي المالي في موازنة الدولة المصرية. فخدت إجراءات الإصلاح الذي ترتب عليها أنت الآن تتحدث عن احتياطي نقدي للدولة المصرية من العملة الأجنبية قارب على 48 مليار.
الاحتياطي النقدي ده احتياطي فعلي. 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 لا. وليس نتيجة القروض اللي تم الحصول عليها من نقد الدولة. بغض النظر عن القروض، الاحتياطي دوره ايه؟ انه يؤمن احتياجات الدولة لفترة زمنية مستقبلية، ويؤمن التزامات الدولة والوفاء بالتزاماتها الدولية. أيوة. قيمة هذا القرض بالنسبة للصندوق 12 مليار ده 0.5% كلام، 1.5% كلام، يعني ده رسوم إدارية ما فيش، وعلى مدى طويل. أيوة. لكن أنا بأمن آنية الدولة إلى أن تسترد الدولة عافيتها مرة أخرى. فوصل الاحتياطي 48 مليار دولار. 48 هيعلن عنه في نهاية العام، الربع، هذا الربع، الربع الأخير. اثنين، هذه الإصلاحات اللي حضرتك اتخذتها بهذا الشكل جابت بمردود تضخمي كبير، وده كان معروف ان دي هذه الموجة العنيفة لتحريص سعر الصرف. هتستغرق قد ايه؟ من 6 شهور إلى 8. بالفعل الدولة المصرية اجتازتها اللي هي رفعنا فيها فايدة الى وصلنا الى 20. أيوة. عشان امتص السيولة داخل السوق وابتدي اعيد تدويرها بشكل اخر عشان اقدر اسيطر على معدل التضخم، فوصلت للتضخم الى معدل 29. أيوة. في المية. أيوة. ثم الان انا بتحدث في 2018 عن معدل تضخم 12-13%. هذا المعدل وصل ل 12-13 وممكن ينخفض ليه؟ عشان التطبيق او الشريحه الاخرى من التحرير اللي احنا حررناه. تحريك المحروقات، اسعار المحروقات. اوكي. ده اثر على ايه؟ الصندوق كان متوقع على حضرتك معدل نمو 4.2. قلت وخالفت الصندوق في الوقت ده وقلت يا ساده. أيوة. معدل النمو للدوله المصريه هيصل الى 5.5. أيوة. الان بالفعل 5.5، وهذا الكلام انا قلته في التلفزيون المصري. أيوة. قبل ان يحدث هذا المعدل، وبقول لسعادتك بدايه او الربع الاول من 19 معدل النمو للدوله المصريه سيصل الى 6 أو 6.2. ليه؟ هذه الامور الدوله ادركت بعمقها وتجربة التاريخيه العميقه بانها لابد ان تحرك اليه المشروعات، لان بناء الاقتصاد، ويقولون زي يعني أينشتاين يقول السائر في الحياة. أيوة. في الحياة كراكب الدراجة عليه أن يظل في الحركة، لأنه لو توقف عن الحركة سقط. فأدركت الدولة هذه المسألة فبدأت بالمشروعات القومية على نطاق كبير. ليه؟ عشان تمتصلي عدد كبير جدا من العمالة والبطالة تتحرك لحركة الاقتصاد في الدولة. فأنشئت الـ 14 مدينة والعاصمة الإدارية الجديدة والأنفاق ومحور قناة السويس والطرق والمباني والمدن الجديدة المتخصصة، أصبحت تتحرك بعنف. لكن هذا التحرك بيوازيه انفاقات ضخمة للدولة. ده بيأثر على الفجوة التمويلية، الاحتياج التمويل للعجز، لسد العجز في الموازنة العامة للدولة المصرية. أيوة. هي دي المشكلة أو المعضلة الكبرى للدولة المصرية. تعوضها إزاي؟ أيوة. بجذب استثمارات. جذب استثمارات، انت سعادتك بتقول وهتساليني والساده المواطنين بيسالوني، هل تم بالفعل جذب استثمارات؟ يعني حضرتك. كون ان بنك راند ميرشانت قال ان احنا اكتر دوله جاذبه للاستثمار، هو قال ده. هل احنا بالفعل تم جذب استثمارات لمصر في الفتره الاخيره؟ السؤال ده له وجهه اخرى، وهي فضل. هي لماذا لم ياتي المستثمر حتى الان؟ او اتى على حياء؟ هقول لحضرتك ليه؟ ليه؟ لان حضرتك عندما تتحدث انت كنت في قاعه تصنيف بي، في التصنيف الائتماني بي الدول. المستثمر الاجنبي له رؤيه لا ينظر الى تقاريرك الداخليه، انما ينظر الى التقارير المؤسسات الماليه الدوليه المعتمده في ذلك الشان. فكان بينظر على ايه؟ على فيتش وستاندرد ومودز. فكان تصنيف مصر متاخر، يعني ليفل بي اللي حضرتك فيه في 11 مستوى. انت ارتقيت من قاع هذا المستوى الى تريبل بي. تريبل بي هو ده التصنيف الائتماني اللي بنقول لدينا قدرة على الوفاء ولا توجد مخاطر استثمارية مستقبلية تهدد الاستثمار. فاحنا اصبحنا دلوقتي بيبص على التقارير دي، مش بص على تقارير. يعني احنا اصبحنا دلوقتي مناسبين من دلوقتي. انت جاهز، لان المرحلة القادمة في نص يونيو هتخش على ايه؟ تصنيفك ايه؟ خلاص. انت دخلت في مرحلة الامان والجذب الشديد للاستثمار. فاذا كل هذه الفترة كانت فترة تمهيدية وتحضيرية لجذب المستثمر الاجنبي الذي ينظر على التقارير الدولية ولا يعتد بتقاريرك الداخلية. الاقتصاد ورأس المال جبان، هو بينظر على المؤسسات المالية. طيب. ماذا تصنفك؟ دكتور هاورد، خليني لو تتكرم اخد الجانب الاخر. تمام. المشروعات دي كلها مشروعات مهمة جدا للدولة، وهي الاساس البنيان، وهي طبعا طويلة الاجل، يعني ما هيش مشروعات قصيرة الأجل في العائد بتاعها للمواطن المصري.
المواطن المصري لما بيجي يقرأ ان الاستثمارات مصر مناخها جاذب للاستثمار ويتم جذب الاستثمارات وتحسن الاحتياطي النقدي، بيقول لك انا امتى انا احس بده؟ عند قول واحد، وهنسترجع برضو بالمواطن الى التاريخ. عندما كان معدل النمو في الدولة المصرية 7.5%، وهذا كان معدل نمو صحيح في العام 2008 و2005 ما قبلها. هنا عند هذا التقرير شعر المواطن بالأريحية. ليه؟ لأن هذا المعدل من النمو يستغرق جميع الأيدي العاملة في الدولة وتصبر معدل البطالة في حدوده، وفضله فرص عمل كبير. أنت الآن تصارع من أجل البقاء، تتقدم ولكن ببطء، ولكن هذا البطء مصحوبا بثبات. يعني الدولة ثابتة، انت سعادتك استلمت دولة مهلهلة، دولة كانت تتقاذفها من كل ناحية، انت كنت داخل على مشروع مأساوي في الاقتصاد، اخذت اجراءات قوية جدا وتحملها. بالمناسبة هذا الشعب البطل، الاجراءات ديت مفيش لو دولة في اوروبا دخلت، احنا شفنا اليونان لما دخل مرحلة التقشف. الدول الناس اللي الاتجاه الاخر والمغاير اللي بيبص على تركيا، طب ما تقول لي تركيا في التسعينات وما خدت اجراءات الاصلاحات كان ايه اللي بيحصل لغايه 2003 و2005؟ قول لنا حياتك ايه كان حضرتك بيقفوا ال 500 عشان تروح تكشف علاج او تكشف في مستشفى، تروح من الساعه 5 الفجر تقف قدام المستشفى عشان تحجز دور عشان تاخد دواء. الان انت تتحدث بتطور، ما وصلناش للمرحله دي. لان الدوله المصريه، وانا لما خالفت الصندوق في مساله معدل النمو انا خالفتها من واقع خبره مصريه. ليه؟ الارقام الصندوق بيتعامل على الارقام، لكن انا واخد في اعتباري جانب اخر وهو الاقتصاد العميق او الاقتصاد الموازي للدوله المصريه، لانه ده اقتصاد بيخدم الاقتصاد القومي ويخدم الاقتصاد الوطني بشكل غير مباشر. لكن كيفيه توظيفه في امثل طرقه ده دور الدوله. كيفيه الاستفاده منه مليارات يا فندم. طبعا الاقتصاد الموازي ده هذا الجانب. يعني لماذا تترك الدولة الاقتصاد الموازي على هذا الحال؟ ليه؟ لأنك ليس لديك أفكار إبداعية في التحرك في هذا الملف. هذا الملف يحتاج أفكار غير التقليدية في الاقتصاد. وبالمناسبة جيمس كانتون كبير المخططين الاستراتيجيين للبيت الأبيض عندما يتحدث عن الاقتصاد المستقبلي يتحدث عن الاقتصاد الإبداع. حضرتك في 2022 هتشوفي حرب جديدة اسمها حرب استقطاب المواهب. الآن في حرب اقتصادية جديدة تسمى حرب العملات. العملات في حرب الآن بين روسيا، تركيا، الصين، الولايات المتحدة الأمريكية على أشدها. أنت في مأمن من هذا. ليه؟ لك عندك في التصنيف الائتماني مقدرات وثروات بشرية وثروات طبيعية ضخمة في الاقتصاد المستقبلي. ايه هو الاقتصاد اللي هو الاقتصاد الازرق؟ الاقتصاد الازرق اللي هو الاقتصاد البحري اللي ساعدتك في الدولة المصرية، قمت بترسيم حدودك بينك وبين قبرص، قمت بترسيم حدودك بينك وبين السعودية، قمت ترسيم حدودك بينك وبين اليونان. لماذا؟ لان 75% من ثروات العالم كله في هذا الاقتصاد. النيل ولساني قناة السويس، الخليجي السويس والعقبة، كل هذا اقتصاد ازرق للدولة المصرية يميل الى كافة اقتصاد الدولة المصرية. تقرير الامم المتحدة على هذه المصادر او الثروات الطبيعية بيصنف مصر 2050 الدولة رقم 13 على العالم وتسبق السعودية. فعلا ده فعلا تقرير الامم المتحدة، ده تقرير منشور حضرتك هتوه من على النت تشوفوه. ليه؟ لان مقدر الاحتياطي من الثروات الطبيعية للدولة المصرية ضخم جدا. الان الذي تتعامل فيه فقط هو حقل ظهر. حقل ظهر ده حقل سيعقبه حقول اخرى سواء في البحر الاحمر او في الدلتا. وتذكر حضرتك اشرت ان ده بقى اللي يحسس المواطن سنه 2008 كان معدل النمو فيه بيصل 9% ولكن 7.5% ولكن في قطاع معين. ايه الخطر بقى؟ ايه بقى اللي عمل لنا اشكاليه؟ انه كان داخل القطاع المالي فقط، القطاع المالي اللي هو القطاع المصرفي بتصنيفاته، والقطاع المالي غير المصرفي اللي هو البورصة وسوق المال والأوراق المالية والتعامل فيه. فكان اللي حاسس بيه فئة معينة في جني ثمرته بالكامل. الآن الدولة المصرية بتاخد منهج اسمه منهج الاقتصاد الحقيقي. ايه الاقتصاد الحقيقي؟ هو اللي هو الاقتصاد القائم على الصناعة وعلى الزراعة. هذا الاقتصاد يسمى اقتصاد حقيقي. لماذا؟ لأن الاقتصاد المالي والاقتصاد الخدمي اقتصاد رغم فعاليته وأهميته إلا أن اقتصاد هش. بومبة واحدة طيلك منه وشوفنا بومبة واحدة 13 مليار من السياحة طاروا دفعة واحدة. طبعا. فأي دولة تتحمل أن يخرج منها 13 مليار؟ أضف إلى ذلك في السياسة النقدية للدولة المصرية، دي مهمة، النقطة مهمة جدا. أيوة. أن جميع الاستثمارات الأجنبية في الدولة المصرية لا تدخل ضمن الاحتياطي النقدي. الدولة المصرية بسياستها
من ايام الدكتور عاطف عبيد عاطف صدقي عليه رحمه صديق. الله هو من درس لي الماليه العامه والتشريع الضريبي الدكتور محمد الرزاز. فاحنا تعلمنا منهم علم غزير. هذا الاحتياطي لا يدخل الدوله ليه؟ لانه مال متحرك حتى اذا ما خرج او طلب من المستثمر يروح فلوسه دون ان تؤثر على اي احتياطي للدوله. فاذا الدوله المصريه لها سياسات نقديه وسياسات مصرفيه وماليه محكمة ودقيقة. يبقى ايه؟ يبقى شيء واحد بس، الاقتصاد قولا واحدا عشان تحس بيه، يعني انتاج فقط لا غير. هذه الكلمة تساوي كثير. يعني انت لو ضعفت انتاجك المالي، انتاجك الصناعي والزراعي للدولة المصرية، خفضت دينك بمقدار النص 88 و44 اوتوماتيك، لانك ضعفته. انما ما ضعفتش الانتاج، ستظل تدور في فلك اشكالية الفجوة التمويلية سواء الاستثمارية او سد عجز الموازنة للدولة المصرية. طب حضرتك هيك بتقول كده، وفي نفس الوقت في أصوات كثيرة بتخرج في الفترة السابقة إن منذ 25 يناير الآن هناك كثير من المصانع متوقفة عن العمل. أيوه. طب الكلام ده، طب إزاي نرجعها للشغل؟ إزاي ترجعها؟ بالعوامل التحفيزية. إعادة التمويل والشراكة مهم جدا، يعني عندك أدوات كثيرة جدا. إذا كان المصنع متوقف من نتيجة ديون، فليه ما أحولش، بدلا من أحول الدين، بدل ما هو دين أحوله إلى شراكة وأحوله إلى سهم. يعني ايه؟ يعني السند اللي حضرتك مديونه بيا يتحول لحصه في راس المال، حولك لحصه راس المال وادخلك تمويل واعيد هيكلتك. احنا عملنا ده، البنيه التشريعيه عملتها، قانون 2 قانون الافلاس الجديد الذي اصدره البرلمان فيه باب كامل لباب الهيكله، باب الهيكله الماليه مطبق في فرنسا من اواخر الثمانينات، احنا لسه بنطبقها. يعني حضرتك شايف لما تصدر اللائحه التنفيذيه للمشروع ده، هو صدرت هل بالفعل سيتم اعاده الهيكله واعاده من حق تصنيف راس المال مره اخرى مع الدائنين؟ من حق كل شركه، ده من حق، ده اعطى قانونا وفقا لهذا القانون ان يتقدم صاحب الشركه، مش بس دوت بيطلب موافقه الدائن. لا، مش موافقه الدائن، ده هو بتتعرض المساله كلها برمتها على المحكمه. المحكمه الاقتصاديه بتعين لجنه من الخبراء، لجنه الخبراء بتقول افضل طريقه لاعاده هذا المصنع او هذه الشركه الى العمل اما ندخلها راس مال او اعمل لها اعاده هيكله ماليه او اعاده هيكله اداريه وفنيه. فبيديله التصنيف والتصحيح وبتكلفه غير كثيره، فديله لجنه وخبره وقيمه من الخبرات القانونيه والاستشارات الماليه، بديله الراي الصح اللي يقدر يعيد بيه مرة أخرى ضخ التمويل. الأفكار غير ثابتة وغير، وأدوات التمويل في الدولة أو في الاقتصاد لأي دولة أدوات متعددة وتنوع وغير متناهية، أنت فقط أن تبدع الإيه؟ الأفكار. بالنسبة إلى شيء مهم جدا من نتيجة الإصلاح الاقتصادي، يعني أنا عندي فائض في الميزانية أو موازنة الدولة 1.5% فائض أولي. يعني إيه فائض أولي؟ يعني لما أشيل الدين وخدماته واركنهم على جنب واشوف انتاج الدوله، هلاقي عندي 1.5% فائض. يبقى دي اول مره منذ عقدين كاملين ان مصر تحقق فائض في الميزانيه، فائض اولي. دي ما حصلتش، دي ارقام، هذه الارقام كلها بترفع. الصندوق موجود جوه الدوله، يعني ما فيش ارقام هتطلع ارقام خطا ولا حاجه، الناس اصلا محترفين في الاقتصاد. فاذا انت بتتعامل مع المحور، مع الملف، بتتعامل معاه باصلاحات جذريه. الاصلاحات تحتاج التحمل الشديد. متى بقى يشعر المواطن بهذا التحسن؟ يشعر المواطن بهذا التحسن عندما تتقدم الدولة بخطوات له وتحرك العجلة الاستثمارية بشكل أسرع وأفعل وأفضل للإنتاج. إزاي؟ هقول لحضرتك فكرة بسيطة. تحويل جميع الوحدات الإدارية للدولة المصرية الصغرى إلى وحدات اقتصادية. أنا مش عندي مبادرة البنك المركزي اللي أصدرها الرئيس والبنك المركزي. المشروعات الصغيرة. ال 200 مليار. أيوه طبعًا. 200 مليار على كام سنة؟ من خمس سنين. على خمس سنين. طب إيه خمسة سبعة كمان. إيه رأي حضرتك؟ لا، هو في أربع سنين هيتمول 200 مليار. طب إيه رأي حضرتك لو أنت حولت الوحدات الاقتصادية الصغيرة اللي هي القرى، وعندك قانون سوق المال بلائحته التنفيذية بيعطي لك هذا الحق، حولت هذه القرى إلى شركات بشراكة من الدولة، أنا بضخ مال وبشارك المواطنين في إدارة مالهم هم يديروه وفقا لمؤسسات الشركات. أيوه. يبقى أنا عندي حصل في ماليزيا. بالظبط. يبقى أنا عندي كام؟ عندي 6500,000 شركة مساهمة تنشأ بجرة قلم واحدة، اللي هم عدد القرى للدولة المصرية. طب خايف أعرف حضرتك متوقع ده ممكن يحصل في مصر في فترة قادمة؟ هي القرارات الجريئة والإصلاحات الجريئة اللي هتحدث التغيير.
فكرة المقاطعات ما قامت في الصين كده، الصين اهتمت ازاي؟ الهند قامت ازاي؟ بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة. هذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة لديك رأس مال بشري قوي، ولديك يعني بيسموه المعرفية الخاصة برأس المال البشري للدولة المصرية ممتازة، عندك عامل له قدرة على التعلم كما كان تفضل أستاذنا الدكتور عاصم، كان بيقول لك قدرة على التعلم الفني، الاهتمام بالمؤسسات الفنية والتعليمية المهنية هام جدا للدولة المصرية، لأن عندما أتخذ قرار زي مثل هذا القرار بتوجيه هذا التمويل للقرى، ده أنا بشغل القرى متخصصة في أدق تخصصاتها بشركات مساهمة، أنا معنى كده أن أنا هضخهم من 6500 قرية هضخلهم 200 مليار على 4 سنين. طب هل يعني هل الدولة الجمعية المصرية للاستثمار والتمويل اللي حضرتك عضو فيها، هل قمتم بعرض هذه المشاريع على الجهات المختصة بالدولة؟ أنا شخصيا بعرضه وبعرضه من خلال سعادتك ومن خلال التلفزيون المصري، قلته يا سادة حولوا هذه المؤسسات، حولوا الدولة كلها إلى قطاعات اقتصادية، بس لا تدار بمفهوم البيروقراطي للدولة المصرية، تدار بمفهوم الشركات والجمعيات العمومية لهذه الشركات. بمعنى هضرب لحضرتك مثال عشان قرية بسيطة مثلا، وليكن قرية سقارة مشهورة بالكلمة الصوف والأدوات والكلام دي والحاجات اللي الصناعات اللي هي الغوص واليدوية. طيب أنا هدخلها شركة مساهمة ب20 مليون، وبالمناسبة هقول للناس شاركوا باكتتاب في هذه الشركات باللي تقدروا عليه، ولكن الدولة مش هتدير، الدولة يبقى لها ممثل فقط داخل بحصة رأس المال. لو جمعت هذه القرية البسيطة 10 مليون، بقى عندي شركة ب30 مليون تستطيع القدرة على المنافسة والدخول إلى الحيز وتصدير إنتاجها. هاخد أنا دوري كدولة إيه؟ بالمناسبة كما تحدث أستاذنا، الدولة عمرها في معاقل الاقتصاد العالمي الرأسمالية أمريكا لا تتخلى عن دور الدولة، لا الدولة بتتدخل عشان تدي إعانات بطالة، الدولة بتتدخل لإفقاد وإفشال صفقات قد تؤدي. طيب خليني أنهي الحلقة بجملة حياتك تقولها للمواطن المصري، تقول له إيه؟ ثق تماما في بلدك، ثق في الله، وثق في وطنيتك، وثق في أن بلدك عطاءة وأنها مليئة بالكنوز، مش مصر مش فقيرة. أشكرك يا دكتور. دكتور عوض الدساوي مستشار الجمعية المصرية للاستثمار والتمويل، شرفتني يا فندم، وهقول وهني حلقتي وأقول ثق في بلدك، ثق في ربنا، ثق في وطنيتك. أشوفكم إن شاء الله بكرة الساعة 7. تصبحوا على ألف خير وعافية.